بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء، ضيوف حزب المؤتمر، اليوم مرحبا بكم. أولا أود أن أشكر وأقدر شباب هذا الحزب الذين أتوا من أقصى صعيد مصر إلى أقصى شمالها إلى أقصى غربها جميعا ليحضروا هذا المؤتمر الثاني لاتحاد شباب حزب المؤتمر. شكرا لكم على جهدكم وعلى عناء السفر، ولكن هكذا دوما شباب حزب المؤتمر رجالا عندما نحتاج إليهم هم سند هذا الحزب وهم ساعد هذا الحزب. ولعل اليوم لا أصف مدى فرحتي وشعوري وأنا أرى ابني البكر وقد اشتد ساعده وأصبح منظما واعيا قادرا على تحمل المسؤولية. هؤلاء هم شباب مصر، هؤلاء هم شباب اتحاد شباب حزب المؤتمر. وأبدأ بإلقاء سلام على هذا الشباب على نهج ما قاله إبراهيم ناجي: سلاما شباب النيل في كل موقف، على الظهر تبني المجد للنيل والفخر. هكذا دوما كان شباب مصر وهكذا سيظل دوما شباب مصر بإذن الله. عايز أقول إنه عشان يبقى اتحاد شباب مصر، اتحاد شباب حزب المؤتمر بهذا الشكل لم يكن هينا ولا سهلا. لقد ساند هذا الاتحاد وآمن بفكرته وعضد هذه الفكرة مجلس رئاسي ورؤساء متتاليين لهذا الحزب، نفخر جميعا بهم، آمنوا بأهمية الشباب في هذا المجتمع، فكان اتحاد شباب حزب المؤتمر كما قال السيد الوزير محمد عرابي نبراسا يحتذى لشباب مصر كلها. وراء هذا الاتحاد ووراء هذا الكيان الشبابي العظيم الرائع رئيس ومؤسس وأب روحي لهذا الحزب السيد عمرو موسى، الأب الروحي لهذا الحزب ومؤسسه. وراء هذا الاتحاد رئيس لحزب المؤتمر ساعدنا معه فترة رئاسته لهذا الحزب وإيمانا منه بتولي المناصب، الوزير محمد عرابي كان رئيسا لهذا الحزب وساعد الشباب أيام مساعدة. واليوم على نفس الدرب يسير الربان عمر سميدة رئيسا للحزب. ثم هناك من يتفاعلون ويساندون، وليس مجدي مرشد وحده الذي يلمس مشاكل الشباب أو يقترب منهم، ولكن اللواء أمين راضي أصبح أكثر شبابا مني، أمين عام الحزب ونائب رئيس الحزب. المهندس معتز محمد محمود أصبح ينافسني في حب الشباب وفي اجتذاب الشباب إليه، نائب رئيس الحزب للشؤون البرلمانية. الدكتور صلاح حسب الله الشاب الحقيقي لأنه أكثرنا شبابا في مجلس الرئاسي وهو أيضا جاذب لهذا الشباب. عوامل جذب شباب حزب المؤتمر كثيرة ومتنوعة، والحمد لله كلنا نهتم ونعي مدى أهمية الشباب في هذه المرحلة. الرسالة اللي جاية لأولادي اللي كبروا، الرسالة اللي جاية للابن البكري اتحاد شباب حزب المؤتمر، عايز أقول لكم لقد رسمتم لمصر مستقبلا واضحا بإذن الله جليا، ولقد قمتم بثورة في 25 يناير درست وعلى مستوى العالم كله كانت نموذجا لثورة رائعة راقية قادها شباب مصر. ثم عدتم مرة أخرى
لتلقنونا درسا في 30 يونيو، فأنتم أيضا كنتم قاطرة هذا الحراك، وأنتم أيضا كنتم محركيه. مرة أخرى الشباب يثبت أنه المحرك لهذه الأمة وهذا المجتمع. هناك عنصر آخر، إذا اجتمع الشباب والمرأة فهذا المجتمع حتما سيصبح أفضل مجتمع في هذا المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، زملائي شركاء البناء، يأتي هذا المؤتمر في منعطف هام ولحظة تاريخية تلوح فيها في الأفق ملامح مستقبل واعد تستحقه مصر ومؤهلة له، مستقبل رأيناه بأعيننا وكدنا نلمسه بأيدينا في أيام مبهرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. تارة في يناير وفبراير 2011، وتارة أخرى في يونيو ويوليو 2013. غير أنه بقدر ضخامة الفرصة تأتي ضخامة التحديات، فالواقع أن الطريق إلى المستقبل ليس مفروشا بالورود، وإنما بواقع صعب من المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تضع العراقيل والموانع، وبمجموعة من التهديدات والمخاطر غير المسبوقة في تاريخ مصر المعاصر. وفي وسط كل هذا وبين الفرصة والتحدي، فإن مصر لا تمتلك في الواقع غير خيار وحيد. خيارنا هو النجاح، النجاح في إطلاق العنان لطاقات شباب مصر، النجاح في عملية إعادة بناء شاملة للدولة والمجتمع، النجاح في استعادة ريادة مصر وقيادتها لمنطقتها العربية ومحيطها الإفريقي وعالمها الإسلامي. النجاح أيها السيدات والسادة هو خيارنا الوحيد. على هذه الخلفية، وفي المؤتمر العام الثاني لاتحاد شباب حزب المؤتمر، أود أن أؤكد أن الشباب هم عماد كل أمة وأساسها، فهم قيادة التجديد والتطوير والتقدم في المجتمع ونبض الحياة في عروق الوطن، مدعومين بخبرة من سبقوهم ودعم قيادتهم التي أدركت هذه الحقيقة، فكانت غايتها توجيه الشباب التوجيه الذي يضمن مستقبل الوطن ورفعة الأمة. وقد أدرك السيد رئيس الجمهورية أهمية دور الشباب في العملية السياسية، مشددا على ضرورة مشاركتهم الفعالة والدفع بهم إلى الصفوف الأمامية ليشاركوا بشكل مباشر في بناء الوطن. وهذا هو المنهج الذي ينتهجه حزب المؤتمر وقياداته منذ نشأته، حيث نعمل بشكل جاد على توفير الحرية الكاملة والاستقلالية الفنية لكافة قطاعات اتحاد الشباب. السيد رئيس حزب المؤتمر، السيد رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، السادة الحضور الكريم، شباب مصر، تحية عطرة بالأمل والغض المشرق باسم شباب حزب المؤتمر. اليوم ونحن نفتتح أعمال المؤتمر العام الثاني، فيسعدني أن أقف أمامكم كأحد أبناء هذا الكيان الكبير حزب المؤتمر. صرحا للعطاء والجهد والإخلاص، أعتز بكل دقيقة قضيتها بين جنباته، أعتز بكل شاب وفتاة تعاونت معه وقيادة تعلمت منها. السيدات والسادة، شباب مصر، أود أن أتطرق إلى الحديث عن معركة التنمية التي تخوضها الدولة المصرية الجديدة، فنحن نسير في طريق ممتلئ بالصعوبات نواجهه، وأيضا نحارب فيه قوى الإرهاب الأسود التي لا تريد بمصرنا خيرا وأن تسترجع مكانتها الإقليمية. وفي ظل الظروف الراهنة بزغت إشراقة من نور، أعلن فيها السيد رئيس الجمهورية عن توجه الدولة نحو إعادة البناء والتنمية من خلال عدة مشروعات قومية
يلتف حولها جموع المصريين، فكانت البداية مشروعات تنمية محور قناة السويس. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. زملائي الأعزاء من شباب حزب المؤتمر، السادة ضيوف الكرام، أتحدث إليكم اليوم عن أخطر التحديات التي تواجه الدولة المصرية بكل أطيافها. أتحدث عن خطر الإرهاب الذي يطل علينا بوجهه القبيح منذ تولي الجماعة الإرهابية حكم مصر خطأً. فكانت الثورة الشعبية العظيمة في 30 يونيو لإزاحة هذه الفئة الضالة عن طريق الحرية والتنمية. لكني أذكر الجميع مبشراً إننا قد واجهنا هذه المعركة في التسعينيات من القرن الماضي، وكتب الله لنا النصر، ودحرنا هذا الخطر الكبير، وإننا نعلم جميعاً أن مصر تخوض معركة ضارية ضد الإرهاب الأسود من جديد، وأن من يدفع الثمن الباهظ لهذه المعركة هم أبناء الشعب المصري وإخواننا من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية في مواجهاتهم الأمنية والعسكرية مع العناصر الإرهابية. وإننا كاتحاد شباب لحزب المؤتمر نرى أن المجتمع المدني يجب أن يكون له الدور المكمل لهذه المعركة لعدم استمرار إفراز عناصر جديدة داعمة لهذه المجموعات. ونرى أن هناك محورين أساسيين يجب أن نتبعهما. أولاً، تطبيق المحاكمات العسكرية على جرائم الإرهاب في ظل نص المادة 204 من الدستور المصري لخلق عامل الردع السريع على هذه العمليات المشينة. أما المحور الثاني هو القضاء على منابع الإرهاب والتي تكمن في مثلث الظلام المتمثل فيه الفقر والجهل والتطرف. ومشكلة الجهل بكل تداعياتها لا تقف فقط على الأمية ومحوها، بل تتنامى إلى عقول متعلمة لكنها تجهل الكثير عن وطنها ودينها وشعبها. لذا فإننا نطالب وزارة التربية والتعليم بتفعيل كل مناحي التربية والتعليم وعودة المدارس الحكومية لسابق عهدها منارات للتربية والتعليم تساهم في خلق أجيال مستنيرة. وأما الفقر ومسبباته من بطالة وكساد، فنحن نؤمن أن المشروعات العملاقة التي تسعى الدولة لتنفيذها وأخرى قادمة تستطيع أن تستوعب الطاقات الشابة من أبناء الوطن، مع ضرورة النظر في تأهيل اليد العاملة طبقاً لاحتياجات سوق العمل. ويتبقى الضلع الأخير في صناعة الإرهاب، وهو التطرف الفكري. وأن محاربة التطرف الفكري بالمواجهات الفكرية تبدأ من تنقية أفكار التيار المدني من كل الدعوات التي تهدف إلى التغيير السلبي للهوية المصرية العربية. كما نرى أن للأزهر الشريف الدور الفاعل في جانب تقدير الفكر الإسلامي المستنير للمجتمع المصري والمجتمع الدولي بصورته الحقيقية التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا ننسى أيضا الدور الوطني للكنيسة المصرية بكل مواقفها الرائعة على مر تاريخها. وفي ظل التصدي للإرهاب لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لأهلنا من سكان المنطقة الحدودية لسيناء على سرعة تجاوبهم مع الإدارة المصرية في انتقالهم بعيداً عن مسرح العمليات، حرصاً منهم على المصلحة الوطنية، وحرصاً من قواتنا المسلحة على أرواحهم وعلى ممارسة حياتهم اليومية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد القبطان عمر سميدة رئيس حزب المؤتمر، السادة شباب وفتيات حزب المؤتمر، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها بلدنا الغالي مصر. هذا البلد الغالي علينا جميعاً، وإن هان على البعض منا ممن ضلوا طريق الله سبحانه وتعالى وطريق الوطنية المصرية التي تمتد جذورها لآلاف السنين. هذه الظروف التي تتطلب التفافنا جميعاً حول هدف واحد وإرادة واحدة، رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، بل وأطفالاً.
لا أحد ينكر الدور الهام الذي قامت وتقوم به الفتاة المصرية في المجتمع، فمن منا ينسى أول مظاهرة نسائية مصرية في 16 مارس عام 1919 والتي كانت في صدارتها فتيات المدارس؟ من منا ينسى حميدة خليل بنت حي الجمالية وشفيقة محمد بنت حي الخليفة ذات 18 أول شهيدة مصرية تسقط برصاص الاحتلال الإنجليزي؟ من منا ينسى نضال فتيات مصر للالتحاق بالجامعات حتى تحقق حلمهن عام 1930 والتحقت 13 فتاة بالجامعة وتحملنا ما تحملنا من صعاب حتى تحرجت أول دفعة من فتيات مصر وكان منهن أول محامية نعيمة الأيوبي وأول طبيبة كوكب ناصف وكذلك الدكتورة سهير القلماوي، وتولى دخولهن الجامعة وبالتالي انتشارهن في كافة نواحي المجتمع، الصيدلة والهندسة والصحافة، وكانت منهن منيرة ثابت وأمينة السعيد وهي أول طيارة مصرية هي لطيفة النادي. ولم تنسى الفتاة المصرية النضال السياسي، فكانت في طليعة الحركة النسائية المصرية لحصول المرأة على حقوقها السياسية والاجتماعية خلال تاريخ مصر الحديث. وبالأمس القريب وقفت الفتاة المصرية موقفاً وطنياً مشهوداً خلال ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وقدمت الفتاة المصرية الشهيدة تلو الشهيدة، وكان استشهاد هؤلاء الفتيات دافعاً للاستمرار في الثورة حتى تتحقق أهدافها ومن ثم تصحح مسارها. رحم الله أميرة سمير السيد شهيدة الإسكندرية ذات 16 عاماً، رحم الله رحمة محسن الفتاة ذات 22 عاماً، وغيرهن الكثير من الفتيات التي استشهدن في ثورات مصر. والآن ماذا بعد؟ أرى أنه ينتظر الفتاة المصرية وفي إطار تمكين الشباب دوراً هاماً سواء على المستوى التنفيذي من خلال اختيار الفتيات النابهات كمساعدين للوزراء والمحافظين، وكذلك على المستوى الشعبي من خلال التمثيل المناسب للفتاة المصرية في انتخابات مجلس النواب، وكذلك من خلال المجالس الشعبية المحلية، وكذلك لابد من دعم دور الفتاة في الجامعة من خلال الأسر والاتحادات الطلابية مع احترام عدم الاشتغال بالسياسة داخل الجامعة. ومؤسس حزب المؤتمر السيد عمرو موسى. السيد الوزير محمد العرابي رئيس الحزب الأكبر. السادة الضيوف الأفاضل من الأحزاب المشتركة معنا في هذا الحفل، يسعدني أن أخص صديقي وأخي الأستاذ هشام توفيق، دكتور هشام توفيق، بحضوره معنا للمحاضرة. زملائي وأبنائي شباب حزب المؤتمر، وأنا أفضل كلمة زملائي، نحن في عمل ونحن زملاء، والأبوة واجبة، إنما نحن في هذا الحزب كلنا على صف واحد زملاء وإن اختلفت الأجيال. الجمع النهاردة جاي في وقت والدولة بتحارب فيه شيطان اسمه الإرهاب، عشان نقدر نقف مع الدولة يجب أن يكون الشباب هو قوة الدفع الحقيقية لمحاربة هذا الإرهاب الأسود.
عشان مصر تستقر في المستقبل، وعشان مستقبله اللي احنا هنسلمه ليه اللي هو موجود وبدا يقدر يكون مستقبل سليم بدون ارهاب. يجب ان يكون الحزب على مستوى المسؤولية نحو الوطن والدولة، والحزب من غير شباب هيبقى حزب عجوز هينتهي. عشان كده تواصل الأجيال، واللي أنا شايفه قدامي في تواصل الأجيال في الجلوس، في تواصل الأجيال، إنما ما نقطعش الأجيال، ما نقولش شباب لوحده وكبار أو ذوي خبرة لوحده، لا، ذوي الخبرة يعطوا الشباب ويأخذوا منهم الأفكار المتجددة والأفكار الجديدة والروح والحركة والمرونة عشان مصر تتقدم بيهم. معا نحو مستقبل أفضل لشعبنا الذي عانى كثيرا ولم يشكو، بل كان على قلب رجل واحد عندما خرج بالملايين وأغلبهم شباب، شباب مصر 60% ضد الحكم الفاشي، ودفع المليارات من كده لبناء اقتصاد مصر في قناة السويس. أطلب منكم، عشان هذه ليست كلمة كاملة لأنه أنا مقدم عشان الشباب يبدأوا، أطلب منكم أخيرا الاصطفاف وتنمية المهارات والنظر لهذا الوطن وترك الشخصنة وترك الأمور الخاصة، وخلينا نبقى مع حاجة واحدة، مصر. مصر هي كل حاجة الفترة دي، علينا ان احنا ناخد بالنا منها. وبالتالي هترك مكاني لواحد منكم عشان يبدأ فعاليات مؤتمر الشباب. يتفضل رئيس الاتحاد الشباب الأستاذ محمد أبو سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيد الموقر الرؤبان عمر سميدة، رئيس حزب المؤتمر، أصحاب المعالي والحضور. السيد الوزير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر السابق. السيد الدكتور يوسف الورداني، نائب وزير الشباب والرياضة. الإخوة والأخوات شباب حزب المؤتمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليشرفني ومنذ البداية قبل أن نبدأ فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد شباب حزب المؤتمر أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير، وكما أحب أن أتقدم بخالص الشكر للسيد عمرو موسى مؤسس حزب المؤتمر والذي نتشرف به جميعا، والذي نتشرف به جميعا كرمز لحزبنا الواعد. ويطيب لي باسم اتحاد شباب حزب المؤتمر أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لمعالي الرؤبان عمر سميدة رئيس حزب المؤتمر على الجهود المخلصة والدعم اللامحدود الذي يقدمه سيادته في دعم مسيرة العمل الشبابي المشترك داخل الحزب. وأخص بالشكر اللواء الطيار أمين رادي لما لمسناه من مجهودات كبيرة من سيادته لنجاح هذا اليوم، وأيضا المكتب الرئاسي للحزب والإداريون والسادة أعضاء المكتب التنفيذي. وأيضا أحب أن أتوجه بخالص الشكر لكل من شارك في إنجاح هذا المؤتمر سواء بالحضور أو بالمشاركة،
كما لا يفوتني أن نوجه جميعاً التحية لشهداء الوطن الأبرار راجين من المولى عز وجل أن يتغمدهم جميعاً برحمته وغفرانه وأن يتقبلهم من الشهداء. الإخوة والأخوات الحاضرون جميعاً، إننا كشباب حزب المؤتمر نعتبر أنفسنا جميعاً فريق عمل واحد تربط بين أعضائه جميعاً جملة من القواسم المشتركة الفكرية والسياسية، مما يكفل لنا تحقيق كل ما نصبو إليه، خاصة وأن أنظار المسؤولين والمواطنين اليوم تتوجه بالأمل الكبير إلى شباب مصر، وننتظر بفارغ الصبر ما سوف نتوصل إليه من نتائج في مختلف المجالات في مسافة زمنية قصيرة تعود الوطن عن كل ما ضاع من الوقت حتى الآن. لذا نحن ندرك بأن ما سوف نقوم به لن يكون سهلاً، ولكننا نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى نتيجة مرضية طالما أنها في مصلحة الشعب ومن أجل بناء الوطن وصيانة مكتسباتي ثورة 25 يناير و30 يونيو. وأعظم هذه المكتسبات على الإطلاق حماية نظامنا الديمقراطي والحفاظ على الشرعية الدستورية والسير قدما لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية ومواصلة حركة البناء والتنمية ومواجهة كافة التحديات الأمنية حتى نقضي على الإرهاب تماما. أيضا لدينا الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة كافة أشكال الفساد وعوامل الإحباط والتخريب واقتلاعها من جذورها. لذا يجب علينا أن نكون قادرون في حوارنا كما في تفكيرنا وفي عملية الترتيب والإعداد لما هو مطلوب منا. الإخوة والأخوات، علينا أن نمد جسور الفهم والتآلف فيما بيننا باستثمار زالق في بناء وطننا العزيز، خاصة أن لدينا رئيس وطني منتخب لديه رؤية سياسية واقتصادية واضحة، وأبرهن على كلامي هذا بالمشروع الوطني الضخم الذي تلتفت إليه أنظار العالم، وهو مشروع تنمية محور قناة السويس. هذا المشروع الذي سيكون بإذن الله فاتحة خير على مصرنا الحبيبة. علينا أن نعمل وأن نخلص النية وأن نتوكل على الله فيما هو آت، وسنجد أن النتيجة بإذن الله ستكون عظيمة بفضل شباب هذا الوطن وبفضل قيادته السياسية الحكيمة. سوف نكون بإذن الله عند حسن ظن الجميع. شكراً لكم، وأود أن أختم كلامي معكم بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، إننا اليوم نقف أمامكم في المؤتمر العام الثاني لاتحاد شباب حزب المؤتمر، لا لنحتفل فقط بعامين على تأسيسنا كجناح شبابي للحزب، ولكن أيضاً لعرض تطلعات شباب حزبنا للمستقبل نحو دولة مصرية قوية تعمل من أجل الجميع، تبنى من أجل مستقبل أفضل لشبابها ومواطنيها، تؤسس وتحقق كافة مطالب الشعب المصري العظيم الذي خرج في ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو يطالب بتوفير الحرية والعدالة والمساواة. هذا ما نحلم به ونعمل من أجل تحقيقه جميعا. إن تأسيسنا ككيان شبابي مستقل لم يكن في البداية سوى فكرة راودت شباب الحزب في بداية الطريق، تلك الفكرة التي آمنت بها قيادات الحزب ومؤسسيه لتخرج إلى النور تحت مسمى اتحاد شباب حزب المؤتمر. ومن هنا انطلقت مسيرتنا في إعداد كوادر سياسية الليبرالية تتبع حزب المؤتمر فكرياً وإيدولوجياً، كوادر تعلي قيم الحرية والمساواة في إطار القانون، وتتحمل المسؤولية الوطنية للمشاركة في بناء مصر التي نحلم بها جميعاً. فمن خلال الاتحاد نوفر بيئة خصبة تهتف إلى إعطاء الشباب الفرصة للتفكير والتعبير عن أنفسهم بحرية دون قيود بيروقراطية عليهم، مما يتيح لهم القدرة على الإبداع والابتكار.
إننا اليوم نقف كطرف فاعل قوي في المعادلة السياسية الحزبية المصرية، نمتلك وعياً وحساً وطنياً ندرك من خلاله أن مصر تمر بظرف تاريخي، وأن شعبها أوشك على العبور من ذلك النفق المظلم إلى النور، غير أن ذلك الخروج يمر عبر دحر قوى الظلام والرجعية التي تعبث بمقدرات هذا الوطن. فبالنظر إلى الوضع التي تمر بها المنطقة من صراعات، لا يسعنا إلا أن نتمسك بكيان الدولة المصرية ونلتف حول مؤسستها لمواجهة ميليشيات الإرهاب التي تعطل التحول نحو الديمقراطية والاستقرار. وأن اتحادنا يؤمن بأن مسيرة الشباب الواعي تبدأ منذ دخوله المرحلة الجامعية، فالعديد من كوادر الاتحاد طلاب آثروا في العمل الطلابي الحر من خلال المنظومة الديمقراطية التي كفلتها اللوائح الطلابية وممارسة الأنشطة الطلابية من خلال السبل الشرعية. إلا أننا ننظر إلى أحداث العنف الأخيرة التي اجتاحت جامعتنا المصرية من قبل الجماعات الإرهابية لتعطيل العملية التعليمية، ونرصدها بكل دقة، ونعمل جاهدين على كبح تلك الممارسات الإرهابية عبر التواصل مع القواعد الطلابية لإعلاء القيم والمبادئ الديمقراطية والتي تتزامن مع التصدي الأمني للمحاولات التخريبية. إننا اليوم نرى أن المواطن المصري قد بات أكثر وعياً من خلال التجارب السياسية التي تمر بها مصر على مدار 4 أعوام، ضرب من خلالها أروع سطور في الوطنية عندما أسقط جماعة الإخوان في 30 يونيو، وأقر دستور مصر الدائم وانتخب رئيسه، وفي انتظار باقي الاستحقاقات الديمقراطية لاختيار ممثليه لتبدأ بعدها تنفيذ مرحلة أخرى من خارطة المستقبل التي وضعها الشعب ورعاها في 3/7/2013. ولذلك ندعم كاتحاد شباب حزب المؤتمر قرارات المكتب الرئاسي بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت تحالف الجبهة المصرية مع النبني، وأننا سوف نقف جميعا من أجل إنجاح تلك التجربة التي نؤمن بها، ونؤمن أن كل قيادتها تعمل لصالح هذا الوطن. وإننا كاتحاد شباب حزب المؤتمر نستعد وبقوة لانتخابات المحليات، ونعد شباب الاتحاد التي سوف تخوض تلك الانتخابات على جميع مقاعد الجمهورية. السيدات والسادة، احفظوا جيدا هؤلاء الوجوه التي تجلس بجواركم، فيوما ما سيصبحون قادة المستقبل وبناؤوا هذا الوطن. حفظ الله مصر وحفظ شعبها. التفاؤل بمستقبل أفضل لهذا الوطن مبني على وعي وإدراك للحقائق الاقتصادية ورؤية اقتصادية بناءة يحملها لنا اليوم وكيل الشؤون الاقتصادية لاتحاد شباب حزب المؤتمر المهندس أحمد سمير زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم. أتشرف اليوم بأن أكون ضمن شباب حزب المؤتمر في يوم احتفاله بمؤتمره الثاني الذي ندخله ونحن أكثر تفاؤلاً بمستقبل وطننا الغالي، الذي يقف اليوم على قدم صلبة بقيادة واعية قادرة على اقتلاع جذور المشكلات التي تواجه أمتنا لتصبو بمصر نحو المكانة التي يجب أن تكون عليها. شعارنا هو مع النبني، وهو هدفنا جميعاً داخل حزب المؤتمر أن نؤهل شبابنا ليبنوا هذا الوطن، مدعومين بخبرات من سبقونا من القامات الرفيعة التي يذخر بها الحزب. أتحدث إليكم اليوم عن أصعب الجوانب التي تواجهنا في طريقنا نحو التقدم والازدهار، ألا وهو الجانب الاقتصادي الذي هو محور حياة كل بيت مصري. نعم، كل التحديات الاقتصادية هي تحديات للمجتمع بأشمله،
مشكلة البطالة هي أكثر مشكلات الشباب المصري، وفي هذا الصدد فإننا كاتحاد شباب حزب المؤتمر كان لنا تحركاتنا في التعاون مع العديد من الجهات في عمل ملتقيات توظيف للشباب وخلق حلقة وصل ما بين أصحاب الأعمال والشباب. وكذلك فإن اتحاد شباب حزب المؤتمر قد بدأ في طرح فكرة للتعاون ما بين اتحاد الشباب والغرفة التجارية في مصر لخلق وتأهيل كوادر شابة قادرة على اقتحام سوق العمل. وكذلك قام الحزب بعمل العديد من البروتوكولات ما بين أكثر من جهة وهيئة لتثقيف وتدريب وتأهيل الشباب، وهذا إلى جانب دعمنا القوي لدور الحكومة في عمل مشروعات تنموية جديدة تفتح المجال للشباب في الاندماج في سوق العمل. وتأتي مشكلة الإسكان في مصر لتكون من أحد أهم المشكلات التي تواجه الشباب في الحصول على المسكن الملائم، خاصة محدود الدخل ومتوسط الدخل الذين يحلمون بكسب سكن يناسب طموحاتهم ويلبيها. وهنا نلحظ تغيرا ملموسا في سياسات الحكومة في السعي لبناء وحدات لهذه الفئة من شباب مصر، ولا بد هنا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للدول العربية الشقيقة التي تقف في جوار شقيقتها الكبرى مصر في سعيها نحو بناء اقتصادها. وفيما يتعلق بسياسات رفع الدعم والتي اتخذت في رفع الدعم عن المواد البترولية وكذلك الكهرباء والغاز، فإننا كاتحاد شباب حزب المؤتمر نتفهم بشدة حاجة الدولة إلى مثل تلك الإجراءات في سبيل خروجها من النفق الذي نعيش فيه في تلك المرحلة، إلا أننا نود أن نلمح إلى خطورة هذه الخطوة على محدود الدخل الذين يتكبدون الكثير من الصعاب. وعليه فإننا نقترح التفكير في منظومة الدعم النقدي لمحدودي الدخل، وهو ما يتواكب مع إعلان الحكومة أنها ترغب في ذهاب الدعم إلى مستحقيه، وهي فكرة مطبقة في العديد من الدول، وهي فكرة ترفع من مستوى الطبقة الأكثر فقراً في مصر. حديثي عن الدعم يدفعني للثناء على مجهودات الحكومة وفي تطبيق منظومة الكروت الذكية لبطاقات التموين، وكذلك المنظومة الجديدة لرغيف العيش، وهو ما يصب في صالح الطبقة المستحقة وتواكب مع رؤيتنا كحزب. وكذلك اتجاه الدولة لاستخدام الطاقة البديلة في السبيل لمصر نحو التقدم والازدهار. أنتقل إلى شق آخر في حديثي، وهو الحديث عن الإرهاب. الحديث عن الحرب على الإرهاب يا سادة هي السبيل، الاستثمار في سيناء هو السبيل الأقوى والأكثر فعالية في حربنا ضد الإرهاب. تشجيع الشركات على الاستثمار في هذه المنطقة وتشغيل شباب سيناء والانتقال بها من كيان اقتصادي غير شرعي وغير منتظم إلى كيان اقتصادي منتظم هو أقوى السبل في حربنا ضد الإرهاب، ليس بقوة السلاح ولكن بقوة أبناء سيناء وتنميتهم لمنطقتهم. سوف نعلو ونزدهر. أود أن ألفت النظر إلى صحراء مصر المترامية التي هي كنز نغفله جميعاً. يجب أن نضع الكثير من التسهيلات في قانون الاستثمار المزمع خروجه إلى النور لنقوم بغزو هذه الصحراء وتنميتها، لأنها كنز لمصر إذا استغلناها سوف نتقدم ونزدهر كثيراً. وأخيراً أحمل رؤية للمؤتمر الأهم في مصر، وهو مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع إقامته في مدينة شرم الشيخ في فبراير القادم. هذا المؤتمر الذي سوف يحضره كافة الهامات الاقتصادية في العالم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكافة المستثمرين في العالم بأسره، الذين يجب أن يروا وجوهاً جديدة، وجوهاً شابة، يجب أن يروا أن مستقبل مصر سوف يصنع بشبابها. وهي دعوة للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء وكافة المسؤولين، اجعلوا هذا المؤتمر ينقل بحق طموحات هذا الوطن بوجود شباب يحمل رسالة لكافة المستثمرين في أن مصر الجديدة تختلف كلياً عما سبق. هنا فقط سوف تعطون رسالة ثقة للعالم بأسره بأن مصر تتغير للأفضل. تحيا مصر والسلام عليكم. أمنع ده دلوقتي أو أمنع ده في المستقبل في ظل هرم من القيم. إيه هرم القيم؟ كل حضارة يا سادة ليها هرم من القيم، على رأس الهرم قيمة عليا سامية لا تتزحزح. يعني على سبيل المثال
الرأسمالية الغربية على قمة الهرم الحرية، غير أي حاجة إلا الحرية، ما تقربش من الحرية. الشيوعية المساواة دي اللي على قمة هرم القيم. الحضارة المصرية منذ نشأة الدولة والتفافنا حوالين نهر النيل كان أهم حاجة عندنا العدالة. الدولة المصرية الأساس فيها أهم حاجة في قيامها العدالة. مصر الحقيقة بتمتاز إنها قادرة على هضم كل الحضارات، ولذلك لم تتغير مصر. أي حضارة بتدخل فيها بتستوعبها، لحد ما دخلت الحضارة الإسلامية والإسلام قمة هرم القيم في العدالة، وتوافقت الحضارة المصرية والحضارة الإسلامية، والعدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه. في ظل هرم من القيم وحد أدنى من التآلف الاجتماعي. التآلف الاجتماعي مش التوافق أو التآلف بين المسيحيين والمسلمين وبس، لا، ده التآلف بين مختلف الديانات السماوية، الحضر والبدو والريف، الرجال والنساء، الكبار والصغار، معتمدين على سياسة اقتصادية وعسكرية وقاعدة علمية وتكنولوجية ذاتية. يبقى الذاتية دي بتعود على الثلاثة. يبقى السياسة الاقتصادية اللي أنا أشوف فيها مصلحة بلدي، ماليش دعوة بقى لا بغرب ولا بشرق، هي دي اللي أنا أهلي مختصين هم اللي يحطوها برؤية، زي ما قلنا الأهداف دي اللي توصلني لتحقيق الأمن القومي. تطلع سياسة اشتراكية ماشي، تطلع رأسمالية ماشي، تطلع نوع من السياسة الاقتصادية التعاونية بين القطاع العام والخاص ماشي، طبقا للي يشوفه المتخصصين. السياسة العسكرية الذاتية هي توفير القدرة للدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته داخليا وخارجيا دون الخضوع لأي ضغوط خارجية، وده طبعا بيندرج تحتي ان انا احاول اصنع سلاحي، اقلل استيرادي من الخارج، اعمل تحالفات مع اصدقاء، كل دي تندرج ويختص بها الاخوة العسكريين. القاعدة العلمية والتكنولوجية، كلنا نعلم ان العلم هو اساس بناء الشعوب، فنبدأ نحط المنظومة التعليمية من الحضانة لحد الجامعة، لحد الدراسات العليا. أشرك الجامعات أو مراكز البحوث بمعنى أصح في حل مشاكل المجتمع، أشرك رجال الأعمال في تشجيع البحوث والاستفادة بنتائجها. الحقيقة آليات كثيرة جدا ممكن تندرج تحتها بما يمكنها من تحقيق التأثير في البيئة العالمية والإقليمية. نرجع لقبل 1869، قبل ما قناة السويس تتعمل، كان ايه تأثير مصر في العالم؟ كانت معبر للتجارة، ولكن معبر متعب شوية، بري، تيجي السفن عند البحر المتوسط وتمشي شوية في الصحراء وهكذا، الى ان تم حفر قناة السويس. اختلفت المنظومة واصبح لمصر تأثير كبير في العالم نتيجة تأثيرها على حركة التجارة العالمية خاصة البحرية. طب دلوقتي الوضع اللي احنا بنعمله، قناة السويس الجديدة هتؤثر لأنها هتكتسب جزء كبير من حركة التجارة العالمية. إنشاء مناطق الترانزيت، مناطق التجارة الحرة، عقد تحالفات ومعاهدات مع الغير. لما أنا دولة أعمل اتحاد مع دولة أخرى، أو أعمل تعاون وثيق بشكل ما في مجال معين مع دولة أخرى، هل ده مش هيؤثر على البيئة العالمية والإقليمية؟ بالتأكيد هيؤثر. يبقى ده التأثير على البيئة العالمية والإقليمية بما يمكنها من حفظ، طبعا كل ده في الآخر بيمكنني كدولة إن أنا أحافظ على اللي الشعب وصل إليه، ما يبقاش فيه تراجع، وأعمل التقدم والرفاهية اللي هو بحقق الأمن الإنساني اللي قلنا عليه. المفهوم ده الحقيقة، لأنه يعني بعيد عننا شوية أو جايز ما بيناقش بشكل شامل، فبنلاقي أن بعض الكيانات السياسية أو الحكومات أو يبتدي ياخد قضية معينة ويصر على حلها،
على سبيل المثال قضية البطالة، يصر على قضية البطالة ان هو يحلها، فيبتدي يعين ناس، يلاقي نفسه بيعين ناس في اماكن مش محتاجة، يلاقي نفسه زي زمان القوى العاملة وكذا. مش ده معناه ان احنا نسيب الناس ما تشتغلش، لا، لكن احطهم في اطار يوصلني زي ما قلنا اليات اهداف توصلني للرؤية. نرجع بقى لموضوع التهديدات والتحديات. ايه التهديدات بناء على المفاهيم اللي احنا قلناها اللي بتقابلها بلدنا؟ احنا عندنا التهديد الاول اسرائيل، ورغم ان اسرائيل الحقيقة بتنضوي تحت عباءة الولايات المتحدة الامريكية، لكن انا اصريت ان انا اقول اسرائيل عشان تظل في وجداننا انها العدو الاول والرئيسي والمستمر، لان دينهم بيقول لهم كده. عفوا، مش دينهم، تعاليم التوراة، تعاليم التوراة اللي هم بيحترموها اكثر من التوراة بغض النظر حرف او لم يحرف. بعد كده تأتي الولايات المتحدة الامريكية مستخدمة حلف الناتو اللي هي بتسيطر عليه وبتحاول تحوله الى منظمة عسكرية سياسية تهيمن على العالم لتحقيق مصالحها واطماعها. وفي سبيل ده ممكن نتعرض لغزو عسكري، وفي الفترة القريبة دي هددنا بيه مرتين، مرة ايام قضية التمويل الاجنبي، والمرة الاخرى بعد 30/6 كان يكاد، لكن الحمد لله. ممكن في غزو ثقافي وبتحاولوا امريكا. في الاهم من ده حرب الافكار. حرب الافكار ده موضوع قديم وهم شغالين عليه من زمان، بيبث فكرة لتغيير المفاهيم والقيم ولو اشتغل عليه 10 سنين بس عشان يحقق هدفه. زي مثال، بعد معاهدة السلام مع اسرائيل بدأ يبث الينا، عفوا في الالفاظ اللي هقولها، العرب جرب، كانت بتتقال كلمة ليها رنين فتتكرر لحد ما توقر في وجدان الاطفال. زي كده ما احنا شفنا اطفال الصغيرين الفترة اللي فاتت كانوا بيقولوا يسقط حكم العسكر وبعد 10 سنين لما يدخل الجيش انه ولا يبقى عنده ده. يتقال ان العرب بيقولوا هنحارب اسرائيل حتى اخر جندي مصري، مش كان بيتقال الكلام ده؟ كل ده نبتدي نبعد عن العرب. يتقال ان الفلسطينيين خونة، الفلسطينيين باعوا ارضهم، هم اللي موجودين دول ايه؟ وهكذا. نلاقي محاولات لإلغاء التاريخ، منهج التاريخ، وده حصل في أيام حكومة أحمد نظيف، والقيادة العامة للقوات المسلحة وقفت في هذا الموضوع. محاولات أو تم إلغاء حذف مادة التربية الوطنية. محاولات لتغيير أو حذف بعض آيات الجهاد ومن آيات القرآن والحديث الشريف. كل دي محاولات لتغيير مفاهيم مجتمع. والموضوع هو مش مستعجل، مش في سنة ولا اتنين، 10-15 سنة. هم دايما حقيقة زي ما قلنا بيبقى عندهم هدف استراتيجي، هدف بعيد، ويرجع منه يتحقق ازاي وهكذا. يعني جزئية التنفيذ دي بيبقى ليها تخطيط معين. طيب، تهديد